كما تسلم محمد بخاري مهامه وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات. وبالمناسبة ذاتها تسلم الطيب زيتوني مهامه وزيرا للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. مراسم استلام المهام جرت بحضور إطارة الوزارتين. هذه المهمة هي مهمة جوهرية بالنظر إلى أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني. وإحنا اليوم يجب أن الجزائر أن تتحول إلى قوة كبيرة، أولا في باب التصدير لأنه سيسمح لنا بخلق مناصب عمل، خلق قيمة مضافة في بلادنا. كذلك من جهة أخرى يجب علينا أن نحافظ على الموارد المالية الموجودة في الجزائر في إطار تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني بصفة عامة. التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية هي مهمة أساسية جاءت في تعهدات السيد رئيس الجمهورية من أجل أولا ضبط السوق، ثانيا التحكم في القدرة الشرائية، ثالثا محاربة التضخم، رابعا محاربة المضاربة، وكل الأمور التي من شأنها أن تشين إلى الفعل التجاري وتمويل السوق بطريقة منتظمة.